ازيك يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب هنبدأ بإذن الله الشرح الأول الدرس شرح الدرس الأول والتاني التاني إعدادي. يلا بسم الله. طبعا بنقرأ الكلمات ونزود معلومات ونضيفها. بسم الله. وورد يعني جناح. طيب فوتبول ستال اللي هو ايه؟ كشك لبيع الطعام، تمام، او فود ستال. بعد كده بارك اللي هو ايه؟ يركن، او بارك معناها حديقة، تمام. يبقى بارك هنا معناها ايه؟ فعل او اسم كحديقة، وايه وبارك يعني يركن. طب كوميونيكيت يعني يتصل او يتواصل. ممكن اجيب دي كمان معناها ايه؟ كونتاكت يعني برضو يتصل وايه ويتواصل، نزود الكلمة دي. بعد كده عندي في فن الخط اللي هو كاليجرافي، تمام، كاليجرافي اللي هو فن الخط. طب انا ليه ما قلتش سا، نطقتها سي، قلت كاليجرافي؟ خلي بالك يا شباب ان حرف السي لا ينطق سي الا بعد ايه؟ لو بعده ثلاث حروف. ايه هي؟ الاي والاي والواي، تمام. حرف السي ما بيتنطقش الا لو بعده ثلاث حروف اللي هما الاي والاي والاي والواي، تمام. طيب بعد كده سيمينج اللي هي ايه؟ خياطة. ساين لانجويج اللي هي لغة الاشارة، وطبعا هنا الجي لا تنطق، ساين لانجويج. ديف اللي هو اصم لا يسمع. طيب ريبير يعني يصلح، ممكن اجيب برضو ليها معنى تاني اللي هي فيكس، تمام. فيكس برضو معناها ايه؟ يصلح. يبقى انا هنا بزود معلومات. بعد كده بيقول لك ديف بيبول يوز، طبعا الناس الايه الاصم اللي هو مش بيسمعوا بيستخدموا ايه؟ لغه الاشاره. يعني ايه لغه الاشاره؟ اللي هي ساين لانجويج، تمام، بيستخدموا الايه؟ ساين لانجويج، تمام. بعد كده نمبر 2 اي بوت سام ايه بسكويتس فروم، طبعا بشتري البسكويتس فروم ايه؟ فود ستال اللي هو ايه؟ كانتين الطعام او كانتين لبيع الطعام. طيب سامر وركس از ا دكتور ان ذا ايه تشيلدرنز، طبعا بتشتغل كدكتوره في تشيلدرن ايه؟ وارد، في جناح الاطفال. طبعا قلنا الجناح ده اللي هو بيبقى فيه المستشفى، تمام. بعد كده ماي كار بروك داون يعني اتكسر. كان يو ات ايه بليز، يبقى ممكن ايه؟ ممكن تصلحها. كان يو ايه فيكس او ريبير يعني يصلح، يبقى ممكن تصلحها من فضلك، تمام. نكمل يا شباب. بعد كده بيقول لك الجوبز اللي هي الوظائف. كول سنتر وركر اللي هو موظف مركز اتصالات. كمبيوتر انجينير اللي هو اي مهندس كمبيوتر. نيرس اللي هي ايه؟ ممرض، هو اي ممرضه. امال نيرسري لو زودت لها ار واي بقت نيرسري معناها حضانه، تمام. نيرسري معناها حضانه، بتساوي كيندر جارتن، بتساوي ايه؟ كيندر جارتن اللي هي معناها حضانه. بعد كده بوليس اوفيسر اللي هو ضابط شرطه. شوب وركر عامل بائع او ايه او اسيستنت اللي هو ايه؟ مساعد في المنزل، تمام، في المحل يعني، تمام. شوب اسيستنت، انا ممكن اشيل وركر واحط ايه؟ اسيستنت اللي هو المساعد اللي هو البائع في محل، تمام. طيب ستريت فود سيلر يعني بائع طعام متجول. كوك يعني ايه يا شباب؟ يعني طباخ. وايه كمان يعني طباخ؟ اللي هي شيف، تمام. امال كوك يعني ايه كمان؟ يعني يطبخ. يبقى هي طباخ وايه وكمان يطبخ. يبقى انا عندي كوك هنا بتيجي بمعنى معنيين، يبقى يعني يطبخ يعني كوك وايه وطباخ كوك. امال كوكر لو زودت لها اي ار، انا عارفه ان انا بزود للكلمه اي ار عشان اجيب الايه؟ المهنه، صح، او العامل بتاع المهنه دي. لكن لو انا زودت كوكر لكوك هتبقى معناها بوتاجاز، ماشي. طيب ارتست اللي هي ايه؟ رسام او فنان. بعد كده سكول تريب، قلنا تريب ده معناها رحله قصيره. patients اللي هم الايه؟ المرضى. tourists اللي هم السائحون. tins of beans يعني علبة. full tired يعني متعب او متعب، ماشي. امال متعب بقى اقول الشيء ده متعب، tiring بزود لها ing، تمام. هشيل اي دي تبقى اسمها ايه؟ tiring يعني شيء متعب، تمام، لكن دي متعب tired. wave يعني يلوح، تمام. نكمل يا شباب البيج اللي بعد كده نشرحهم. happen طبعا يعني يحدث. tonight اللي هي الليلة. وبعدين fountain دي اللي هي ايه شباب؟ نافورة. keyboard اللي هي لوحة مفاتيح. طيب quiet الى حد ما، وطبعا انا لو قلت هنا لو شلت الاي بس معناه يستسلم اللي هي quit، تمام، معناه يستسلم. طب لو دخلت الاي جوه اللي هي بقت قبل التي، معناها ايه؟ هادئ. quiet اللي هي كده quiet هادئ، تمام. quit يستسلم، عشان كل ده لو جالي في التشوز ابقى برضو ايه فهماه، تمام. طيب traditional اللي هو تقليدي. surprise طبعا مفاجأة. nearby
neighbor 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 لان انا عندي neighbor وعندي neighborhood اللي هي مجاورة، تمام، اللي هي المنطقة السكنية المجاورة اسمها neighborhood، لكن هنا neighbor يعني ايه؟ جار، تمام. فلافل اللي هي طبعا الطعمية او الفلافل، سكيل مهارات او مهارة، وايه جمعها مهارات سكيلز. imagine يعني يتخيل، تمام. سيل يعني يبحر. painting اللي هو ايه؟ دهان وتلوين، جاية من paint، paint يعني يدهن وبي ايه يلون. art club اللي هو نادي الفنون، بعد كده lovely يعني جميل، تمام، تساوي beautiful او pretty. بعد كده dance طبعا يعني يرقص. طيب تعال نشوف الايه الverbs. drive drove driven understand understood understood see you see you soon stand stood stood catch coat coat. انا لما يبقى عندي يا شباب خلي بالك من المعلومه دي، جي اتش في اي كلمه او في نص الكلام او في اخر الكلام لا تنطق، اوكي. لما يبقى عندي جي وراها اتش على طول في نص الكلام او في اخر الكلام فهي لا تنطق، تمام. نكمل كده، عندي ايه التعريفات دي. بارك قلنا معناها ايه؟ يركن او بتيجي بمعنى حديقه، تمام. اما اقول لك بوت كار، لوري اللي هي ايه الشاحنه، فان ايه اتك دي اللي هي ايه الاخ، in a place where you can stay for a period، period اللي هي ايه فتره، of time. sign language طبعا اللي هي ايه شباب اللي هي لغه الاشاره، وقلنا الجي هنا لا تنطق يبقى اسمها sign language، ماشي. طيب a way of talking شكل من اشكال او طريقه من الكلام، to people who cannot hear اللي مش بيقدروا ايه يسمعوا، using hands بيستخدموا ايه الايد بدل instead of a words بدل الكلام بيستخدموا ايديهم. طيب ward قلنا اللي هو جناح في مستشفى يبقى a large room in a hospital for people who need a to stay in، تمام، للناس محتاجة تقعد فيه، the hospital for the a one night or more. بعد كده street food seller اللي هو بائع طعام متجول اللي هو بيبيع في الشارع، a person who prepares يعني يجهز او يعد، or sells يعني يبيع food in the street sometimes from a van or stall، stall اللي هو ايه اللي هو الكشك، تمام. طيب police officer اللي هو الضابط، the person helps to keep people safe، safe اللي هما امنين، تمام، in the streets في الشارع، a male or a female، تمام، يعني ذكر او ايه او ذكر او انثى، ماشي. member of a police ضابط او عضو من ايه من الشرطة. طيب call center worker اللي هو عامل ايه موظف في مركز الاتصالات، a person who works in a big office شخص بيعمل ايه في مكتب كبير، in which people speak to a customers، customers دي اللي هي ايه الزبائن، ممكن اشيلها وحط ايه client اللي هو برضو معناها زبون، تمام، on the phone ماشي بيتكلموا مع العملاء يعني في الايه في التليفون. طيب this is person speaks to people on a on phone. بعد كده he or she helps them with their a problems بيساعدهم ايه في المشاكل بتاعتهم. تعال نشوف بعد كده التعريفات اللي لسه معايا. shop worker اللي هو عامل ايه عامل في محل، the person helps in a place which sells things شخص بيبيع بيساعد في ايه في المكان اللي بيبيع الاشياء. computer engineer اللي هو ايه مهندس كمبيوتر او حاسبات، you can او you call this person is if a بتتصل بيه لو if a there problem لو كان هناك مشكلة، with your computer system في النظام الكمبيوتر بتاعك، او a person who a who minds or works with computers اللي هو بيعمل، خلي بالك بقى انا تفرق معايا كلمة ايه with computers لان بيعمل قولك يعمل بالكمبيوتر اللي هي work with computers، تمام، مش on. طيب calligraphy قلنا فن الخط اللي هو beautiful writing يعني كلام ايه كتابة جميلة، using special pen or brushes بيستخدم ايه اقلام مميزة اقلام مميزة او ايه فرش مميزة. communicate يعني طبعا بيتواصل مع الناس، يبقى share information، share information يعني بيشارك الناس، with other او بيشارك المعلومات sorry with other ايه with others مع الآخرين، by speaking بالإيه بالكلام or writing، تمام، أو الكتابة or others way أو أي طريقة أخرى، تمام. طيب قلنا بعد كده الدف، دف ده اللي هو شخص لا يسمع، تمام، يبقى not able to hear مش إيه لا يستطيع السمع، anything or a not able to hear well ما بيسمعش أي حاجة أو بيسمعش كويس، تمام، ده اسمه دف. طيب food stall يبقى large table or open shop، table ده اللي هي ترابيزة، ترابيزة كبيرة احنا قلنا كشك، يعني ترابيزة كبيرة او محل ايه مفتوح كده in street where people cook a and sell food الناس بتبيع الطعام او بتحضره، تمام. طيب look forward to يعني يتطلع الى او يتمنى او يطمح لكذا، تمام.
اما اقول لك feel pleased and excited about something يعني ايه مسرور ومتحمس لحاجة معينة، بقول look forward للحاجة دي. تمام؟ about something that is going to happen، عن حاجة هتحصل فهو متحمس لها يعني. طيب make sure يعني يتأكد، يبقى زي ايه the special او take special care and attention to do something، بيدي attention انتباه عشان ايه يعمل حاجة بيهتم بيها يعني، او يعرفها يتأكد من الشيء ده قبل ما يعمله. تمام؟ طيب تعال نشوف الكلمة والسينونيمز والانتونيم بتاعها. احنا قلنا ايه the synonym يعني the same، yes the same meaning يعني ايه نفس المعنى. synonym اللي هو the same meaning اللي هو نفس المعنى، امال الانتونيم اللي هو opposite، عشان لو حد اجى سألني في التشوز مثلا عن the same meaning يبقى هيها السينونيم، او ما اقولك the antonym هي الايه الاوبزيت. تمام؟ طيب busy طبعا معناها مشغول او مزدحم، يبقى اقولك الشخص ده busy يبقى مفيش حاجة اسمها شخص مزدحم، لا الشخص ده مشغول. تمام؟ طب المكان busy، مفيش حاجة اسمها المكان مشغول، المكان مزدحم. تمام؟ طيب معناها طبعا crowded اللي هي مزدحم، ماشي. empty يعني فارغ، يبقى المكان ده فارغ. تمام؟ لو كان قصدي على شخص ممكن كمان ازود free، الشخص ده متاح حاليا لو انا بتكلم عن شخص. تمام؟ طيب safe يعني امن، protected اللي هي محمي، dangerous خطير. تمام؟ طيب lazy يعني كسول، نفس المعنى بتاع inactive، inactive برضو يعني غير نشيط. تمام؟ اللي هي كسول. طب يبقى مضادهم active. تمام؟ طيب bored يعني شخص شاعر بالملل، يبقى uninterested مش متحمس للشيء ده، يبقى هم مالل. طيب excited يعني منفعل ومتحمس، ممكن اقول interesting. تمام؟ او interested، يبقى انا ممكن اشيل دي احط on دي تبقى interested هنا، interested فقط. تمام؟ طيب تعالوا بعد كده نشوف prefix والsuffix. prefix طبعا هي بادئة الكلمة والsuffix هي ايه النهاية، عشان لو طلب مني prefix معينة او suffix. طبعا كل دي اشكال ايه prefix او suffix. دي اي ان جي عشان اجيب منها صفه او اسم، اي ار عشان اجيب منها وظيفه، اي ال بغير بقى. تمام؟ ممكن برضو هنا صفه، هنا ايه ظرف، وهنا صفه، هكذا. تمام؟ يعني لما اقول بيلد لوحدها معناها ايه يبني، ما البيلدينج بناء او مبنى. تمام؟ بناء او مبنى. طيب سيلر، سيل يعني يبيع، سيلر بقت بائع. ورك يعني يعمل، وركر يعني ايه عامل. تراديشن يعني تقليد، traditional تقليدي. تمام؟ لكن لو شلت ال AL tradition هتبقى تقليد، دي بقت noun اسم. love يعني يحب، lovely محبوب وجميل. danger يعني خطر، يعني دي الوحدة كده معناها خطر. تمام؟ زودت لها OUS بقت dangerous، ودي اسمها ايه suffix، زودت لها suffix في ال A في النهاية. تمام؟ طيب تعال نحل الأسئلة دي عليه على الكلام ده. the place is very busy، المكان ايه مزدحم جدا. the main is this a means is، طبعا الكلام ده يعني ان هو a crowded يعني مزدحم او متكدس. تمام؟ طيب the opposite قلنا opposite اللي هو الايه المضاد، يبقى اول حاجه اشوفها في السؤال هو عايز synonym ولا عايز same meaning ولا عايز opposite، ومحط عليها دايره عشان اركز وانا بدور على الاجابه بتاعتي. تمام؟ طيب قلنا ايه the opposite of word save، سيف يعني امن، يبقى هنا المضاد بتاعها طبعا dangerous اللي هو خطير. تمام؟ طيب to turn verb عشان احول الverb ده love يعني يحب into adjective لصفة، طبعا مزود لها ly بقت lovely معناها جميل. تمام؟ او محبوب، يبقى دي بقت صفة. ماشي؟ طيب the words bored، bored يعني ايه ممل او مالل. and uninterested غير متحمس، يبقى مالل وغير متحمس هما الاثنين synonyms، يبقى هنا ايه نفس المعنى. اوكي؟ طيب بعد كده if you are active، لو انت شخص نشيط، this means you are not، يبقى انت ايه مش lazy، not lazy. لو انت شخص نشيط يبقى انت ايه not lazy يعني مش كسول. تمام؟ طيب تعالوا كمان نكمل او نشرح الجنرال نوتس بتاعتي دي على reading والlistening. طيب feel يعني يشعر، والماضي منها felt. تمام؟ الماضي منها felt. I'm feeling tired يعني أنا أشعر، بجيب بعدها طبعا صفة، أما أقول I'm feeling tired، I'm feeling bored. تمام؟ I'm feeling interested. ماشي؟ يبقى feel بتيجي دايما بعدها صفة. ماشي؟ طيب look forward to، خلي بالكوا إن أي كلمة بيجي بعدها حرف، أي كلمة to بيجي بعدها مصدر ما عدا look forward to، ما عدا إيه look forward to
بيجي بعدها الفعل باي ان جي. تمام، اقول لك يتطلع الى الذهاب للمنزل، يتطلع الى هير ويك اند، يبقى ممكن فعل باي ان جي او اسم فقط. تمام، طيب بعد كده عندي كوايت، قلنا ايه معناها الى حد ما، وكوايت ايه معناها هادئ، دي قلناها واحنا بنشرح في الاول. طب نزود عليها كويت، معناها يستسلم او ينسحب. تمام، كويت يعني ايه؟ يستسلم او ينسحب. ماشي، طيب بعد كده كوك او شيف، طبعا كوك قلنا يعني ايه طباخ، وبتيجي بمعنى يطبخ. تمام، لكن كوكر زود عليها كده كوكر، معناها بوتاجاز. تمام، يبقى عشان ما حدش يقول لي كوكر دي معناها طباخ، لا، كوك معناها ايه طباخ، وشيف ماشي، لكن ايه كوكر معناها ايه بوتاجاز. تمام، طيب بعد كده الاكسبريشنز، يعني الكلمه اللي بتيجي مع الثانيه، يعني اما اقول لك ايه جو اون ا سكول تريب، يبقى دايما تاخد بعد جو اون ا سكول تريب. تمام، خلي بالك من ايه بريبوزيشنز اللي عندي. هاف ا ريست، يعني ياخذ قسطاً من الراحه، يبقى بتاخد هاف. ماشي، هاف ا بيج دينر، هنا هاف دي بتيجي معاني كتير، اما يمتلك اما يتناول. ماشي، يبقى هنا جت معنى ايه يتناول. give a surprise يعني يفاجئ، خلي بالكم من دي عشان ايه مش بتيجي كتير، فاسمها give a surprise. ماشي، quite lazy يعني الى حد ما كسول. get everything ready يعني بيحصل على كل حاجة ايه جاهزة. تمام، طيب repositions اللي هي حروف الجر، drive around the city يعني ايه، يعني بيسوق حول المدينة، بيتجول يعني. تمام، يبقى بتاخد around يعني حوله. ماشي، make sure يعني يتأكد، sit by the fountain، fountain قلنا اللي هي ايه النافورة، sit by، by هنا بتساوي ايه next to، يبقى هنا by بتساوي next to. تمام، يعني بجوار، يبقى by هي next to. make for يعني يصنع من اجل، communicate تاخد دايما معاه ايه with، communicate with يعني يتواصل معه. ماشي، think of يفكر فيه، think دايما تاخد بعدها حرف الجر of، مننساهاش تتكرر كتير جدا. كده شباب الدرس الاول والتاني، انتظروا باذن الله الحل على الدرس الاول والتاني بالتوفيق يا رب. ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة ونعمل لايك للفيديو وكومنتس لطيف عشان نشجع الفيديو، بالتوفيق يا رب.